لا يزال الشد والجذب هو المسيطر على المشهد السياسي داخل قبة البرلمان حول مشاريع القوانين المهمة التي لا تزال تترنح بين أدراج الحكومة والبرلمان. اليوم مجلس النواب عقد جلسته ومدد شهر يعني الجلسة الفصل التشريعي بسبب أن هناك قوانين مهمة وأيضا جلسة استجوابات للوزراء، وأيضا ننتظر يعني ورود الموازنة من قبل الحكومة. لكن بكل صراحة اليوم المشهد السياسي مربك، هناك خلافات سياسية كبيرة جدا، أغلب الكتل السياسية اليوم منشغلة بموضوع الانتخابات وموضوع تكوين الائتلافات الأحزاب السياسية، ونحن نمر في صراحة مرحلة حرجة جدا، وخاصة بعض الأوضاع الأخيرة جدا، واليوم المعارك التي تدور في قضاء القائم. لم يتبقى إلا أيام قليلة وينتهي هذا العام، وإلى الآن لم تصل الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليها، ويبدو أن سيناريو الخلاف حولها سيتكرر كما في السنوات الماضية. الموازنة حتى اليوم لم تصل إلى أروقة مجلس النواب، هي كان المفروض أن تصل في منتصف الشهر العاشر العام الماضي، أيضا أرسلت في مطلع شهر تشرين ثاني، وبالتالي أنا أعتقد غير متأخرة فترة طويلة، إن شاء الله سنكون قادرين على إنجازها قبل نهاية السنة المالية. حتى الآن لم نعلم بهذه الموازنة، ولكن أنا أعتقد أنه المبالغ التي ستدخل بها الموازنة أكبر من العام الماضي بلحاظ اختلاف سعر برميل النفط، قدرة العراق التصديرية، قدرة أو عودة تصدير النفط مرة أخرى من خلال شركة سومان. هذا أعتقد العوامل كلها ستكون مؤثرة في تحديد حجم الموازنة لعام 18. 30 يوما هي المدة المتبقية أمام مجلس النواب من أجل حسم الخلافات وتمرير القوانين المهمة، مدة ستكون بمثابة اختبار للبرلمان في إنهاء الخلافات قبل انتهاء هذا الفصل. من بغداد، فراس الدليمي.